الأنظار مسلطة عليه اليوم والكاميرات تراقبه. قدم أداء مذهل في المباراة الماضية، أبدع وسجل العديد من الأهداف، ومتوقع منه الكثير اليوم. لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا في بث حي ومباشر حصريا مع EA Sports. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. اليوم الجو ماطر في ملعب المباراة كما تشاهدون في هذه اللحظات. من كابينة التعليق سأتواجد معكم أنا فارس عوض. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في بطولة الدوري الإنجليزي. الكل في انتظار مباراة كبيرة اليوم. كل مباراة في الدوري لها قيمتها وأهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد أن يخرج منتصرا من هذه المواجهة على أمل بأن نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، بيلعب الكرة، مستحيل البداية. أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء. انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات. الله على هذا الصخب. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. زيلينسكي يتقدم نحو المرمى، بيلعبها تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. كرة بتضيع، جويل ماتيب، ليستر سيتي الآن وعمل جيد في التمرير، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. انطلاقة وبداية فرصة، المساحة أمامه في هذه اللحظات، فرصة ذهبية لقتل المباراة مبكرا لكن بتضيع. كم ممكن يريح الأعصاب لو سجل هذه الكرة؟ كان بالإمكان أن يصبح الفارق هدفين الآن. جويل ماتيب ممتاز في الضغط العالي. فهد المولد، ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. فرص كثيرة والجماهير تشجع، وحتى هذه اللحظة يستمر الفريق في الضغط ويحاول أن يستغل هذه الكرات وهذه الفرص الخطيرة. يخسرون الاستحواذ. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. يفقد الكرة، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا رب، الكرة في المرمى، تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. مجهود فردي، مرور خذ الكرة، عدى فيها، مر فيها، لا أحد يستطيع إيقافه، وضع الكرة بكل ثقة في الشباك. هدف في منتهى الروعة. سواريز، زيلينسكي، محاولة هجومية هنا، هذه كرة هدف الآن. أستاذ الحكم يعلن عن وجود تسلل في هذه الكرة. قراءة الفريق الخصم. الأمطار تهطل الآن في أرضية الملعب، الطقس غير مثالي للمهاجمين وللمدافعين، صعوبات كبيرة بالنسبة للاعبين في التعامل مع الكرة. تمنى بأن لا تؤثر هذه الأمور على هذه المباراة ومتعتها. فرصة لإرسال الكرة من عمق، الحارس بقبضة يده يبعدها. كرة بتتحول إلى تماس لمصلحة ليستر سيتي.
تسديدة محاولة على المرمى لكن ما كانت خطيرة بصراحة. شوف التسديدة قوية نعم لكن بعيدة وبدون دقة. الله على النظرة. الحكم بيضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. يا لهيب الله على التمريرة. هجمة بتضيع بدون أي خطورة. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 2-0. كثيرة كانت الآمال المعلقة عليه في مباراة اليوم لكنه ما كان في يومه وما قدر يساعد فريقه. يعتبر حقيقة جزء من مشكلة الفريق في مباراة اليوم. تقدر تقول إنه ما شكل أي خطورة. بداية الشوط الثاني لفريق ليستر سيتي. زيلينسكي. زيلينسكي تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. الحسب التقارير اللي وصلتنا أيضا من المصادر في أن الإنتر ضم لاعب جديد. فترة الانتقالات فرصة للأندية للحصول على أفضل تشكيلة ممكنة. محاولة أيضا تغيير بعض اللاعبين الأجانب. محاولة تدعيم الصفوف. محاولة أيضا تغيير مسار الفريق. بينية فيها خطورة. أوهو على هذه الكرة. تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول. غيرت الكرة اتجاهها. خادعت الجميع. فرصة بتضيع. بيعدي فيها بمر. بيعدي فهد المولد حطها في مكان. يا لعيب يا لعيب. الكرة في المرمى. أي لعبة أي نهاية. هدف في منتهى الروعة. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. كرة بالخطأ. مر ساعة من عمر المباراة. دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. مدير الفني للفريق الضيف أعتقد حسم أمره. حسم قراره. رح يجي للتغيير في هذه اللحظات. تدخل سيء. ممكن يكون فيها بطاقة صفراء. الحكم يكتفي بالبطاقة الصفراء. أعتقد بأنه كان يستحق بطاقة حمراء في اللقطة الماضية. بيتخلص فيها من الدفاع. يا عيني على المرور. ما لعبها بشكل سليم. كان في ضغط كبير عليه من الدفاع. كان ممكن يفكر في حلول ثانية في اللقطة الماضية لكن برافو للدفاع في التغطية. يخسرون الاستحواذ. حكم يعطيهم إتاحة الفرصة هنا. فهد المولد يخترق ولدي المساحة. يا رباه كرة في القائم. بيعدي وبيمر بالكرة. نجم اليوم بلا منازع. هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. نتابع الهدف من بدايته. بداية من المرور من المدافع. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية. الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. المباراة حسمت بالفعل. لم يعد علينا أن ننتظر صفرة النهاية لنتعرف من الفاز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. ضربة حرة لمصلحة فريق ليستر سيتي. ألكساندرو الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية.
ضاع الاستحواذ. يتقدم باتجاه المرمى. بيعطي فيها، يتقدم فيها. يا لحيب يا الله، الكرة في المرمى، هدف يحرك الشباك الآن. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. فرحة القلب تجعل الوجه سعيداً، كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضاً مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. زيلينسكي، توقع جيد في قطع الكرة. ديدي، تنفيذ جيد للضغط العالي. هدف في منتهى الجمال، في منتهى الروعة. الله على استخلاص الكرة وإعادتها مرة أخرى إلى الشباك. نشوف الإعادة، شوف الخطأ القاتل اللي كان من اللاعب، فقدان الكرة في مكان خطير، إتاحة الفرصة للتسجيل، وبالتالي علي أن يقبل كل اللوم والانتقادات الآن. 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. فهد المولد، ضغط متقدم، استخلاص الكرة. مدرب الفريق الضيف على وشك أنه يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، فرصة خطيرة هنا. يا رب، الكرة في المرمى، تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. المباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. بر فيها، انطلق فيها، راح راح. يا رب، الكرة في المرمى، الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. نتيجة توضح لك حالة المباراة، شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. تنطلق إذا صافرة نهاية المباراة، وينجح أصحاب الأرض في الفوز اليوم. اليوم وكأنها مباراة ودية، سيطرة كبيرة على الملعب وتحكم في رتم المباراة، ونتيجة كبيرة و3 نقاط مستحقة.